حوله. بالماضي القريب أصدر التعميم لقوى الأمن بعدم متابعة أي شيء يتعلق بملف التحقيق. من بعدها عرقلت سير التحقيقات ورفضت إعطاء إذن بملاحقة عباس إبراهيم، وتسرعت بعدم وجود أي معطيات موضوعية، واستغليت المادة 210 لعدم السير بتبليغ المشموع حسان الشيخ ودعيت للخليل. بالماضي القريب جدا لواء عثمان دفع تنفيذ مذكرة توقيف علي حسن خليل. نحن هون بنحب نذكره انه هيدا يعتبر تمرد على السلطه القضائيه وامتناع اللواء عن الالتزام بالحقوق، وهو المرسل انت الرئيس ما قمت بواجباتك اللي بنص عليها القانون لناحيه معاقبتك. هل بتملك حضره الوزير نسخه من القانون 17 المتعلق بتنظيم قوى الامن واللي بيحدد بالماده الاولى بالفقره الثانيه واجب تنفيذ التكاليف والاحكام والمذكرات القضائيه واللي بتطبق بحق احكام القوانين والانظمه العسكريه؟ وهل أسفلت المادة الثانية اللي بتنص على خضوع قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية مباشرة؟ والمادة 201 من الفصل الثاني اللي بتنص على الملاحقة الجزائية لرجال قوى الأمن اللي بيمتنعوا عن تنفيذ التكاليف القانونية؟ وأخيرا بنحب نسألك كقاضي سابق وكوزير داخلية حالي ساهر على الأمن، شو صار في مذكرة توقيف الهانوس واللي ما عم يتم تعميمها؟ هل صار من الطبيعي التمرد الإداري على الأمن والسياسي على السلطات القضائية لحماية المجرمين؟